وشكرا على الاستضافة، ومساء الخير للسادة المتابعين للنشر. أهلا بك سيد سجاي. الجزائر توفر ما قيمته 1.2 مليار دولار لفائدة الخزينة عقب الإنتاج الوفير من حملة الحصاد. السؤال المطروح اليوم، 80% نحن على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورئيس الجمهورية يأمر بتوسيع مساحة المزروعة بالجنوب إلى 500,000 هكتار، فما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع؟ على كل حال مرة ثانية شكرا. السؤال في محله، أعطيك صح الأخ بلال. احنا بالنسبة لتوفير 1.2 مليار دولار للخزينة العمومية، هذا مكسب واجتهاد لسنوات ابتداء من 2020، والمخطط الوطني والأهداف السلطة على السيد رئيس الجمهورية كان تطمح إلى خفض فاتورة الاستيراد والتعويل على الانتاج الوطني. على كل حال الوصول الى 80% معناتها، يعني كنا في سنوات سابقه كنا نشوف الرقم تاع 80% هو رقم بعيد، نظرا لانه المردود تاع الهكتار الواحد من في انتاج المحاصيل كان في يقارب ال 20 قنطار في الهكتار، والان رانا وصلنا لاعداد مهمه، ولكن حتى مشينا على كل حال بنفس الوتيره نقدروا من غير توسعات المساحات المسقيه فقط رفع المردوديه الى 55 قنطار في الهكتار الواحد، فانه ان شاء الله نطمح في السنوات القادمه نوصل لما يسمى بالاكتفاء الذاتي. نعم، اليوم الجزائر تركز على القمح الصلب، لكن الجزائر وارداتها من القمح اللين لا تزال متواصله، فما هي الاستراتيجيه التي يجب اتباعها للحد من استيراد الحبوب نهائيا في هذه المرحلة بالذات؟ على كل حال ما دام احنا السلطات الجزائرية قدمتها في المقدمة انه هناك شراكات مع دول اخرى كإيطاليا وقطر، نتمنى تكون شراكات في مع دول اخرى اللي عندها تجربة في هذا الميدان، هي اللي تقدر تعطينا التقنيات اللازمة بالنسبة للقمح اللين، كذلك رفع المساحات المسقية على المستوى الوطني خاصة في الجنوب الكبير راح يسمح بالوصول إلى الأهداف المسطرة والأمن الغذائي. جد مهمة فيما يتعلق بالحبوب البقوليات، والجزائر تعول كثيرا على الحد من استيراد الحبوب نهائيا، فاليوم هناك شريك إيطالي سيأخذ ما مساحته قرابة 35 هكتارا في المشروع الجديد، يقابله 500,000 هكتار من مساحات المزروع هي بأوامر رئاسية بطبيعة الحال، فإشكالية المناخ تطرح من جديد هنا خاصة فيما يتعلق بالمناخ في تيميمون. الواد ربما قد تحكمت في عنصر المناخ، لكن تيميمون يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى درجات قصوى في على المستوى العالمي، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر وسقي مساحات واسعة من هذا 500,000 هكتار؟ هي على كل حال الأمور كما كان التحدي في الواد وفلاحين المنطقة قدروا يتغلبوا على المصاعب، في تيميمون نفس الشيء، احنا نقدر نشوفوا خاصة فيما يخص تقنيات السقي المستعملة، لكن نشوفوا احنا في على مستوى منطقة الواد نستعمل ما يسمى المحاور المنخفضة. المحاور المنخفضة هذه راح تسمح لنا بتوفير المياه، أولا المياه تاعنا ما تعودش عندها إشكالية تبخر. هذه بالنسبة لعملية السقي. اما فيما يخص درجة الحرارة، في الكل يعرف انه الدورة الكاملة او العدد الايام لانتاج محصول معين من الحبوب هو 120 يوم، يوصل الى 120 يوم، وبالتالي كما كان درجة حرارة مرتفعة في شهور معينة من السنة، فهناك درجات منخفضة في الاشهر المتبقية، وبالتالي نحاولوا نستغلوا هذه الفترات من اجل رفع المردود في الهكتار الواحد، وبالتالي نغطي على النقص اللي ينتج عن درجه الحراره المرتفعه في فصل الصيف وفصل الربيع. طيب بهذه المراحل التي وصلت اليها الجزائر، هل هي مستعده لدخول عالم الزراعات الكبرى على سبيل المثال المساحات الشاسعه مثل ما هي مستعمله في الدول المتقدمه؟
على كل حال يعني الإنسان العادي والبسيط لكن تكون عنده فرصة أنه يتجول في الجزائر راح يلقى بلي الجزائر هي بلاد ناخذها من الهضاب العليا إلى الصحراء الشمال إلى جنوب الصحراء الكبرى، هي كلها مساحات قادرة من تنتج ما يعادل إنتاج 4 ولا 5 دول، وبالتالي يبقى الشيء اللي توفر فيه الدولة واللي يطمح له المواطن الجزائري ولا المستثمر الجزائري انه تكون له عنده تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالوصول الى الماء او الكهرباء، وبالتالي الانسان الفلاح ولا المستثمر في مجال الفلاحة بمجرد انه توفر له ابار مياه وكهرباء موصلة الى جميع المناطق راح تكون عندنا انتاج، يكون عندنا انتاج ومحاصيل استراتيجيه اللي تقدر تلبي رغباتنا وتلبي احتياجاتنا الوطنيه وممكن نوصل حتى لمرحله التصدير. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ سجاي سفيان نائب مدير المدرسه العليا للفلاحه الصحراويه، كنت معي عبر الهاتف. فاصل اشهاري متابعينا الاكارم ولنعود.